بنت عمرها ما تتعدى 14 سنة، وهي بطريقها راجعة لبيتها مشي اغتصبها واحد من رعاة الأغنام، ومن بعدها انقلبت حياتها فوق تحت، وأجبرها أبوها وأمها أن تتزوج من هذا الراعي. تزوجته خوف من الفضيحة وأنجبت منها الطفلة ليوناردا جنجولي بسنة 1894. وعلى هالأساس حلقتنا اليوم بتكون عن السفاحة الإيطالية جنجولي. معكم علي من برنامجكم 6 على 6، ويلا ودينا على الانترو. السلام عليكم يا احلى مشاهدين، قربنا 10,000 مشترك، ولو همك هالنوع من المحتوى اضغط على اللايك والاشتراك قبل نبدا الحلقه. جاهزين؟ نقول بسم الله. ام جنجولي كانت ضحيه اغتصاب، وتزوجت من اللي اغتصبها وانجبت السفاحه جنجولي، وبعدها بكم سنه توفى الزوج الراعي اللي هو ابو الطفله جنجولي. وبعدها ام جنجولي تزوجت مره ثانيه وعاشت بنتها جنجولي وهي منبوذه من خواتها من امها، لان ابوها مات وامها تزوجت واحد ثاني وجابت منه بنات وصاروا خواتها من الام. ويا ليتها جت على كذا وخلاص. ام جنجولي بنفسها كانت تكره بنتها جنجولي بسبب انها تكره زوجها اللي اغتصبها بدايه القصه، وكل ما تشوف بنتها جنجولي تتذكر حادثه الاغتصاب اللي صارت لها، وانه اهلها زوجوها غصب وهي بسن صغيره، وحطت الحره ببنتها المسكينه اللي ما لها اي ذنب. المهم ان هالكره اللي كانت تحس فيه جنجولي خلاها تصاب بمرض الصرع، وحاولت الانتحار اكثر من مره ولكنها فشلت. كبرت جنجولي وصل عمرها لسن الزواج، وتزوجت من موظف حكومي. رفضوا اول شيء عائله جنجولي انها تتزوج منه، لكن جنجولي اصرت على الزواج وتبي الفكه من العائله اللي يكرهونها كلها. بيوم الزواج والناس مبسوطه واغاني ورقص، طبعا ما حد من عائله جنجولي حضر الزواج لانهم كلهم معارضين. وفجاه دخلت ام جنجولي للزواج وهي تسب بنتها وتلعنها قدام الحضور، ودعت عليها ان اطفالها يموتون لو انجبت. طلعت امها وتم الزواج وعدت الامور على خير، لكن جنجولي ما وراها خير ابد. يا اخي من الاحداث هذه باين ان القصه مجرياتها تقول ان ام جنجولي هي المصيبه، وهي لنيتها منية خير، وجنجولي هي المظلومه مسكينه ما لها اي ذنب. جايكم بالسالفه لا تستعجلوا. انسجنت جنجولي مرتين بالبلده اللي كانت ساكنه فيها تهمه النصب والاحتيال، وبعدها قالت مالي جالسه بهالبلده، الكل يدري اني نصاب وش الفائده جالسه. راحت وين؟ راحت البلدة زوجها، وانسجنت هناك للمرة الثالثة بتهمة النصب والاحتيال. وبعام 1930 راحت جنجولي وعاشت مدينة ثانية، لكن ما تهنت، بعدها بكم يوم تدمر بيتها بسبب زلزال قوي. يا العيش القشرة يا جنجولي، لكن كويس اخذت تعويض من الحكومة وقدرت بهذا التعويض انها تشتري بيت جديد بشمال ايطاليا. وزانت احوالها وفتحت لها محل تبيع فيه ملابس بنفس المنطقة اللي ساكنة فيها، وبدت جنجولي تشتهر بهالمكان وما كان في احد يعرف شيء عن ماضيها اللي قبل. وش كانت مشهورة في جنجولي؟ اشتهرت جنجولي بأنها طيبة وكبيرة بالعمر وما لها من الشيطان طاري، وحالها حال نفسها وتساعد الناس، وماهرة بصنع الصابون وتبيعه عند باب متجرها. متجرها كان من الداخل ملابس ومن برا كماليات ومن ضمنها الصابون، وتعرف برضه تقرأ الكف. هذه المهنة كانت أكثر مهنة فيها كذب ودجل وخداع للناس، وطبعا الناس مستعدة تدفع فلوس عشان تسمع اللي يعجبها. وكان بيتها دايم مزحوم بالزباين، كلهم يبونها تقرأ لهم الكف. جنجولي ما تهنت بولا ولد أو بنت، كل ما تحمل وتولد يموتون. ماتوا منها 10 أطفال، منهم اللي توفى بالإجهاض ومنهم اللي مات بعد كم سنة من الولادة، وما بقى لها بهالدنيا إلا 3 بنات وولد. وهذا وش ذكرنا فيه؟ ذكرنا بدعوة أمها عليها بليلة زواجها. وبعد ما يأست جنجولي من العلاج عشان تحمل من جديد، اتجهت لطريق السحر والعياذ بالله عشان تتخلص من مشكلة عدم حملها. من دخلت جنجولي لعالم السحر وهي مو طبيعية أبدا، بدت بعالم الجريمة، ولكن كانت جرائمها من نوع مختلف وغريب. كانت أول ضحايا جنجولي اسمها فوستينا، يا أخي باستا، فوستينا، فوسيلي، كلها مكرونة. كانت فوستينا تدور على زوج، بدت تكبر بالعمر وللحين ما تزوجت، وقالت ما لها إلا جنجولي. جنجولي هذه هي اللي بتدور لي على واحد وتقرأ لي الكف مرة واحدة على الطريق. وفعلا راحت الجنجولي وليتها ما راحت، وصلت عندها وقالت لها مشكلتها، وعدتها جنجولي إنها تزوجها بشاب غني ووسيم مقابل إنها تعطيها كل ثروتها، وما تعلم طبعا احد بالموضوع نهائيا. وفعلا الغبيه فوستينا سمعت الكلام وراحت جمعت كل ما عندها ورجعت لجنجولي الفجر نفس اليوم، وعطتها كل ما عندها. مباشره جنجولي اول ما اخذت منها كل اموالها وذهبها اقتلتها وقطعتها لقطع صغيره وحطتها على قدر وفي صابون على النار مع شويه صودا. ليش طيب كل هذا؟ عشان تخفي الجسم كامل داخل القدر اللي فيه صابون، والله العالم انها تبيع هالصابون هذا بمحله. ضحيتها الثانية كان اسمها فيرجينيا، وعدتها جنجولي انها تحصل لها وظيفة مرموقة، وصدقتها المسكينة فيرجينيا، وصار نفس اللي صار مع الضحية الأولى فوستينا. قالت لها جيبي كل شيء عندك من أموال وذهب وتعالي الفجر، وراحت وجابت كل شيء عندها ورجعت لها الفجر، وقتلتها وحطتها مع خويتها بالصابون. لكن بعد ما اختفت الضحية الثانية فيرجينيا فقدتها زوجة أخوها،
وراحت وقدمت بلاغ للشرطة وأقرت بهذا البلاغ أن آخر مرة شافت فيها فيرجينيا كانت تدخل البيت جنجولي، ومن بعدها فيرجينيا اختفت. راحت الشرطة وسألت جنجولي، وقالت جنجولي للشرطة أن فعلا فيرجينيا عندي، ومن بعدها راحت تقابل رجال عشان يوظفها. لكن الشرطة ما تمشي عليهم الحركات، قالوا لها حنا حمير صح؟ وهددوها الشرطة أنهم بيخطفون ولدها جوزيف إذا ما اعترفت وين ودت فيرجينيا. الشرطة أول نظامهم نظام عصابات ترى، أغلبهم شغلهم من تحت القانون عشان ينجزون مهمتهم بسرعة، ما يضيعون وقت، خصوصا إذا كانوا متأكدين إن اللي قدامهم هو المشتبه فيه الوحيد. وفعلا اعترفت جنجولي وقالت اعترف ولا ياخذون ولدي المسكين، واعترفت إنها قتلت ضحاياها وأخفتهم خلال 12 دقيقة بس. كل هالجرائم سوتها بدون ما يحسون أطفالها نهائيا، أخذوها من شعرها وعلى طول إلى السجن إلى حين محاكمتها. ويوم جاء وقت محاكمتها احكموا عليها المحكمة بالسجن لمدة 33 سنة. كل اللي سوته هذا و33 سنة بس. خلصت منها 3 سنوات بمصحة نفسية، وبعدها تحولت إلى السجن وماتت بعام 1970. هل فعلا هي مريضة عقليا؟ أو السحر أثر فيها؟ أو ظروف حياتها خلتها تتحول هالوحشية هذه؟ هل في إنسان طبيعي يقتل إنسان ويحوله صابون ويبيعه متجرة؟ والسبب إيش توقع؟ سرقة بس، لا بينها وبينهم عداوة ولا ضروها بشيء نهائيا. لكن ترى هالتصرفات ما يسويها إلا شخص مريض عقلي وفي سحر، لأن حتى المريض العقلي ما يسوي مثل كذا والله. وصلنا لنهاية حلقتنا، لو يعجبك هالنوع من المحتوى لا تنسى تدعمنا بزر اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيه لو حاب يوصلك الجديد. أنا صالح، كان معكم أخوكم علي وبرنامجكم 6 على 6، نشوفكم بالحلقة الجاية إن شاء الله.